Seberangnya ini BR Aris atau disebutnya BR Khatim Ar-Rasul karena saat Sayyidina Utsman bin Affan menggunakan cincin Nabi yang turun-temurun dari Khalifah Abu Bakar dan Umar, kemudian jatuh khatimnya Nabi SAW ke dalam sumur tersebut, kemudian dicari sampai dengan semangat penuh tapi tidak ditemukan kembali, sehingga terkenallah sumur ini disebutnya dengan Fatimah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi nih di depan deh, atas di dalam ya lihat. Yeah.
وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سبحان إمام عبد الله الحداد تسبيحني إمام حداد هذا معبدني إمام عبد الله الحداد. معبدني الإمام عبد الله الحداد dan ini tasbihnya Imam Haddad. Dan ini rumahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini ma'abatnya buat beliau ibadah. Kita masuk ke rumahnya. Afwan, entah. Ini Terawan. Ini tempat belajarnya Habib Ahmad bin Zain dengan Imam Haddad. Imam Haddad duduk di sini. Ini Ahmad bin Zain di situ. Ini rumah Imam Abdullah Al-Haddad. Tapi sudah ditermim dia apa di dia apa namanya? Di renov. Perbaiki sama Al-Haddad. Ada ini tempat dimandikan Imam Abdullah Al-Haddad jenazahnya. Yang perempuan naik cepetan, jangan lama-lama. Ini tempat darisnya Imam Haddad kalau lagi banyak orang. Yang tadi tempat khusus Habib Abdullah dengan Habib Ahmad bin Zain. Ini setiap hari Senin dan Kamis di sini. Itu tempat dimandiin Imam Haddad jenazahnya. Ini hammamnya nih. Kamar keluarga tempat menyendiri. Ini kamar
Ini kamar-kamarnya. Satu, dua, tiga. Ini ada lubang. Dari terus taruh tangan di sini nih. Taruh tangan di sini. Ini tempat sendalnya sini aku nih. Tempat sendal. Sini tempat duduk sini nomor dua. Duduknya Sayyidina Idrus Al-Akbar. Ya Idrus. Bebas yang ini boleh yang mana pun. Jadi kita sini. Nah ini pintu lama nih li. Dari zaman Sayyidina Segar. Jadi segar. Kita kita kesini lagi hadrah. Ya segar. Ini Masjid Al-Idrus Al-Akbar Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Malak. Pintunya kekunci tapi. Nah, lihat aja dari luar.
مسجد الإمام عمر المحضار. يلا نطلع. يلا 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 فريها يا رب. السلام عليكم. هذا مسجد المحضار. مسجد عبد الله القديم بعباه، salah satu muridnya Faqih Al-Muqaddam yang wakafkan tanah dari kampungnya sampai hut ini. Wakafkan tanah dan jalan. Ada tempat ikat, tempat ikat ontanya Nabi Hud. Unta Nabi Saleh.
بدي سكر. ها؟ تمو سلام دلو جنة مسيري ولو كان الشهيد كينيا الجفري. الشيخ علي بن علي خالد حسن ماكا مفتوح جزاكم الله خير شلك تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تفهرنا الحبيب علي محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد الله يا الله يا الله يا الله فريحة يا رب السلام من سراي من روما بعد كلاهيران حبيب علي محمد بن حسين الحبشي من تempat ميمانين تempat ميمان الشيخ أبي بكر بن سالم أجيل بن سالم جد الأقاص يا بكر يا بن سالم
شيخي أبوك أنا أنزل حتى كل يوم
مقام سيدنا علي من سيدنا علوي ومحمد مولى سمعة جد الفقيه. يا الله يا الله يا الله فريحة يا رب. بكر بن علي الحبشي كاكي الحبشي هذا محمد بن علوي مولى صمعة هذا حبيب أبو بكر هذا عبد الرحمن المشهور بن أبي بكر يعني زينا علوي بن محمد علوي الثاني اللي جلوكين علوي مولى صمعة يعني إثنين مولى صمعة أنك نسينا جديد حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر حبيب طاهر بن حسين بن طاهر طاهر بن حسين عبد الله بن حسين عبد الله بن عمر بن يحيى هذا ضريح العلوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر السلام عليكم يا دار القوم المؤمنين كنتم السابقون ونحنكم إن شاء الله لاحقون ونبشركم بأن الساعة قريب السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.
إلى سيدنا أحمد المهاجر. الله السلام عليكم سيدنا أحمد. السلام عليكم. أحمد بن محمد الحبشي، اسمه أحمد بن هاشم الحبشي، أحمد بن هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب أحمد بن محمد الحبشي. قام شيخ السلطان الزبيدية. السلام عليكم ورحمة الله. يا دار القوم أتاكم ما توعدون إن شاء الله نحبكم الآخرون. من الله ونجم سنده. قام شيخ السلطان الزبيدية ربيع الأدوية حضرموت، الشيخة سلطانة بنت علي بن يماني الزبيدي. السلام عليكم. مقام الشيخ يوسف بن عابد الحسني الأسد مغيط سيان عن سيدنا الشيخ أبي بكر بن سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام يوسف بن عابد بن محمد بن حسن الإدريسي مسألة مريد سيدنا الشيخ أبي بكر بن سعد عليه رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيب حسين بن أحمد صاحب الشعب كاكي دريا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي نسقف عند الشيخ عبد القديم عبد الله القديم بعبه ثلاثة مرتنيا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي السلام عليكم يا شيخ عبد الغني sini keluarga Alvin Sumed dan sebagian Al-Idrus ada
اسمه هذا. السلام عليكم. بيت الإمام أحمد المهاجر. ما شاء الله. يا مرحبا. السلام عليكم. ما شاء الله. Pemandangan dari Sutoh atau Dak rumah Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ini rumah di atas gunung. Jalan menuju makam Syekh Abdullah Basaudan. الشيخ عبد الله بسعودي. انجل المسوق مقام سيدنا عبد الله الشيخ علي بن عبد الله بهرس. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بس لا بس هيا. نعم. صار من نجوم مقام المحاضير دي قويرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفق كاكي حبيب أحمد بن محمد المخبار مقام نبي الله هادون. السلام عليكم. من هناك كيف؟ نعم دحين أطهر. مين؟ أطهر بعد بالطهر. لا لا أطهر هو اللي بعده.
Yang perempuan masuk lewat sana aja tuh. Mungkin hari ini dikhir minhna. Hari mungkin ini dikhir minhna. Dikhir minhna. Kif hadir kabar? Hada rasu. Rasu. Rasu haku. Naam. Hada kurjulu. Masya Allah. 44 dirakatu. 44? Ah, yani sahab aad. Naam. Ngom aad. Ngom aad. عرفت ليه؟ ايه هذا الزيارة وايد ها؟ زيارته تمام هذا قبر مهم مهم ما شاء الله هذا القبر كلهم يجوا لقده ما شاء الله حبيب علي بن حسن العطاس مشهد صاحب الراتب ادخل كنت امسك ببحر عمر عبد الرحمن العطاس يا رومي دبي ان شاء الله نسبه ذهب عمر بن عبد الرحمن العطاس ذهب احمد بن حسان العطاس ذهب ابو بكر بن عبد الله العطاس مقام الامام حسين بن عمر العطاس ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذا المنصب علي بن محسن ما شاء الله الأحمر السلام عليكم يا حبيبنا حسين بن عمر العطاس من دفن حولكم قصة بسيطة نعم كان زمان من الفريضة إذا اختلف اثنين بسم الله دخل الزنبل بشميله
pagar ini sebagian ashab Rasulullah yang diutus oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq untuk memerangi murtadin di Yaman Hadramaut. Ini keluarga Abdul Tahir. Assalam. سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي. السلام عليكم يا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي. السلام عليكم يا دار المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونبشركم بأن الساعة قريب. وفاة الحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، فاطمة الزهرة والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، وسيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وسيدنا عبيد الله وسيدنا علوي بن عبيد الله محمد بن علوي وعلوي بن محمد ومحمد وعلي بن علوي خالق اسمه، وسيدنا محمد صاحب مرباط، وسيدنا علي أبو الفقيه، وسيدنا صاحب الحضرة المقام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي ووصوله وفرنه، مرحبا سيدنا علوي بن سيدنا الفقيه، سيدنا عبد الله بن علوي، سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف وولده الجميع، جميع اهل ذنب الفرد بالدرهم وقع بشر، من ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وامواتي المسلمين اجمعين، ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويسكنهم الجنه ويفرج كرب المسلمين ويختم لنا ولكم الحسن وراض عنا، وان الله يبلغ للجميع جميع الامنيات تقبل هذه الزياره ويعجل لنا بالبشاره كما بكرم الاشاره، وان الله يعطي كل منا منكم سورا مامولا على ما يرضي الله ورسوله ومن اوصانا واستوصانا بالدعاء. أن الله يشركنا وإياهم في هذه الزيارة ويدخلنا وإياهم في هذه الزيارة ويتقبل من الجميع جميع الأمال وفوق الأمال على هذه النيادة لكل نتن صالحة، أن الله يفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويغزر أمطارهم ويرخي أسعارهم ويعطي كل منا منكم سولا مامولا على مرض الله ورسوله وعلى من سلفنا الصالحون وعلى من به سير الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا من الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ربي فانفعنا ببركتهم أهلنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا ربي، بهم وبآلهم أجل بالنسر وبالفرج، عسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لم يغفر بجاه الله، صلى الله على سيدنا محمد. سيدنا علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي حضرة النبي محمد فاتح رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا علي، سيدنا عبد الله وعلوي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد فاتح بالقبر والقبر وعلى مناسل الحمر إلى حضرة النبي محمد فاتح بسم الله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سيدنا علي بن الفقيه نمشي إلى السقاف مولى الدوينة
من سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف. هذا والد سيدنا محمد مولى الدويلة. أذهب القبول والقبول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطن جالبا لكل خير دافعة لكل شرنا ولكم لجميع المسلمين وعلى من أسير الحب المروى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نطلع إلى هذا الإمام الولي الشيخ علي بن علوي بن الشيخ وجه المقدم عنكنا سيدنا علوي أبو محمد بدر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى ابن ابي طالب فاتمة التسعينات. ابو رسول الله صاحب الحضرة سيدنا علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي من الله يتغشاهم الرحمة ويدع لنا بركاتهم واسرارهم ونورهم الدين والدنيا الاخرة. الفاتحة. على من يسأل الحبيب المرء الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. من قتاه سيدنا علي بن علوي خالع قسم اول يوم لزياره دي زنبل يوم اول دي مقام كان رساله بعلوي دي زنبل سيدنا الشيخ علي بن علوي خالع قسم. السلام عليكم سيدنا علي بن علي الخالبة. القبول والإقبال وصلاة الشام ظاهرا باطن جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم ولجميع المسلمين وعلى من أسيد الحبيب المروي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني كده نايك جمال الليل. حسن. السلام عليكم يا السلام عليكم يا سيدنا حسن بن علي بن حسن المعلم. هذا جمال الليل الشيخ محمد جمال الليل بن حسن المعلم. وهذا الشيخ فاضل حسن المعلم جنبه. فدار سيدنا رسول الله محمد بن غالي فاتمة الزهراء حسن 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 حسن. إن الله يعني درجاتهم في الجنة كثرة ثباتهم الله حسنة ما يدعى لنا بركاتهم وأسرارهم ونورهم ونورهم بالدين والدنيا الآخرة وعلى من أسير الحبيب المروى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللي وسلم والعافية والمعافية رب العالمين. أنا قلت هناك يقولون يا سيدنا الفقيه المقدم بأ عيسى. السلام عليكم يا شيخ الشيخ أحمد بن محمد وعيسى. لأن ترى مشايخ سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي. أذهب القبول والإقبال وصلاة الشهر ظاهر باطن وإذا علينا بركاتهم وإسرارهم ونعلمهم ونفاتهم في الدين والآخر وعلى من وسلم الحبيب مر محمد بن سالم الحفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترد نجي السلام عليكم. ربنا يكبر همومكم بحاجاتكم. آمين آمين. Mm.
سيدنا محمد بن عبد الرحمن بن أحمد. هذا حب حامد، حب حامد بن عمر حامد. نعم نعم، حب حامد بن عمر حامد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كبانيان، هذا أولاد السقاف لن يغيرني. هذا الشيخ محمد بن علي بن محمد من أولاد السقاف العدوف. أنا عندي كتا يتن ساتو برساتو إن شاء الله. فتح بالقبول والإقبال، صلى الله عليه وسلم وعلى من أسهل الحلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الشيخ أبي بكر السكران بن جودري بليو، أم الفقراء، استري ياسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي. كل الله صلى الله عليه وسلم على من أسر الحضر إلى حضرة النبي محمد بن الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من بين كتاه فإن الشيخ عمر المحضار، الشيخ علي بن أحمد. نعم نعم، بكر سكران. الشيخ علي ابنه. لا، الشيخ عمر المحضار. نعم، أنت بالفاتحة لنا حبيب. آمين آمين. اللهم صل عليه وعلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. زائرين يا مرحبا، بتقعدون هنا عندهم؟ لا لا، بصلي انا. طيب طيب، صلي المسجد انصر منكم اكثر. اه حبيب، بارك جزاك الله خير. الشيخ علي بن ابي بكر السكران، نسب له هنا حبيب ابو بكر عدني المشهور، في برنامج كلية شريعة الوسطية إن شاء الله. علي بن محمد بن فقيه عبد الرحمن، هذا علم سيد الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين عين تري. هذا
حبيب علوي، حبيب محمد، حبيب محمد بن علوي، لأنه حبيب علوي أبوه عبد الله بن محمد بن علوي. ولا صلى الشام ظاهر باطن جاربه لكل خير نافعة لكل شر ولكم لجميع المسلمين. وعلى من سيد الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مقام الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، يعني نقول ورقة البن حفيظ ينسب له هنيني. فضل بن محمد بن عبد الرحمن بن حفيظ، نقول ورقة البن حفيظ، لأن لي سني كل ورقة الشيخ أبي بكر بن سالم كاكي بليه، ودي سني الشيخ أبي بكر بن سالم فاتح بالقبول والقبول صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطن جريبا خير رافعة لكل شر. حضرة الحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ. وعلى من سيد الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ini salah satu gurunya Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Bajubair. Bajubair ya, kalau di kita dibilangnya Bajubair. Salah satu gurunya Sayyidil Imam Abdullah Al-Haddad. Masya Allah. Ini kita masuk ke Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Sebelum ke beliau, biasanya para habaib ziarah ke Furayt. هذا المشايخ سموه مدحج وغيرهم، دان دي سنة بكدر جو سنة. على من وسلفنا الصالح، وعلى من وسلف الحبيب عمر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قام سيدنا العيدروس الأكبر، السلام عليكم. سيدنا العيدروس الأكبر يعني حبابة عائشة بنت عمر المخبر، استري الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس. يعني أنك يا حبيب عبد الله العيدروس، حبيب حسين من الإمام عبد الله العيدروس، سودرانيا سيدنا أبو بكر العدني العيدروس، هذا حبيب جعفر بن أحمد العيدروس، أتهب القبول والقبول صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا من سيدنا العيدروس وزوجته وأولاده. إن الله يعلي درجة في الجنة ويعلي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى من سيد الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا لما في الدين والدنيا. جعفر بن أحمد، هذا عمي سعد العيدروس صاحب كتاب خبر كان لن يعي مي القبور والقبور صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
أيهن الإمام عبد الله بن علوي الحداد أبو علوي بن محمد أذهب بقول البرصرة إن شاء الله ظهرا وعلى من وسل الحب مروى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. جاءت وقف في البلاد والبلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. السلام عليكم يا سيدي يا إمامي يا من يا حد الشريف المر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح. بسم الله. هذا ابنه الحسن بن عبد الله الحداد. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مهدي نعمة نستعين بك نستغفرك نستغفرك يا كتاب مجلا من نجوم سيدنا عبد الله بن شيخ العدرو صاحب القبة. سيدنا عبد الله بن شيخ العدرو سيدنا عبد الله بن شيخ العدس صاحب الرافع ونجاح الشاسع الكرم الواسع والعلم النافع بجاهك وبحمدك وتلقان صحة يرزقنا الله سبحانه وتعالى صحة في التقوى وطول العمر وطول العمر في حسن العمل ورزقا حلالا طيبا كثيرا لا يعذبنا عليه
الله يجعلنا وإياكم من أهل الكرم والجود بحق سيدنا محمد النبي المحمود صاحب الهوى المعبود بحق الحبيب عبد الله بن شيخ العدروس وعلى مناسيد الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت نجوك مولى الطاقة ينتر قروسي الإمام عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب السلام عليكم يا سيدنا عبد الله لا إله إلا الله السلام عليكم يا سيدنا عبد الله العيد الرسم والطاقة السلام عليكم يا جميع زنب الفرد بكرة محمد بعد الشر فاتح بالقبول والبلوص والأشياء ظاهرا وباتنا على مناسير الحبيب مر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت اللهم تقبل هذه الزيارة بعجل وعجل نبي بشارة وكرم بكرم إشارات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد. هذا قبر الشيخ أبو بكر بن عبد الله باشميلي الفاضل سيد أبو بكر الشيخ أبو أبي بكر بن عبد الله من زين القطب الشيخ عبد الرحمن السقا قبر ini jarang dibuka. Nah. تقبل منا جريح الإمام أحمد بن زين الحابشي السلام عليكم يا سيدي أحمد بن زين الحبشي السلام عليكم يا أهل القوم المؤمنين أتوكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونبشركم بأن الساعة قريب. أبي جعفر السلطان يا بن زين أنا حبابة سلمى بنت أحمد بن زين أنا نعى الحداد وصل منكو ما شاء الله يا أختنا بهم يا أختنا بهم أهل الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وأمتنا في جن هذا الشيخ عبد الله بن سعد أحد عباد إلى سبعة أيها داري الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمين صاحب سفينة النجاة مقام سيدنا الإمام أحمد بن حبيب حسن بن صالح البحر بن حسن بن صالح بحر نوره طافح لا تكن لي فاضح يا سلام حسن بن صالح البحر إني معبد الإمام حسن بن صالح البحر معبد الإمام حسن بن صالح البحر
كده دي اتس في قبه حسن بن صالح بحر نور الطاف لا تكن لي فرض هي سنة يا من الرحمن حسن بن صالح حسن بن صالح البحر التدريس سنه قدرت بن عمر الحبشي بالأجر ونبي قضاء أولياء بالأجر حسن بن صالح من أبوك إنه مقام الحبيب زين أباهنه حبيب أحمد بن زين ونجد دلمنه عند حبيب حسين بن زين أدكنه حبيب أحمد بن زين الحبشي الحبيب عدروس بن عمر الحبشي الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري ككي الجفري عند النمضري حبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولدني سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم عند النمضري قروع الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عليه رضوان الله حسين الجفري يعني أنا جسر بن أحمد صاحب الشيب حسن بن أحمد صاحب الشيب هذا الإمام الحبيب عارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي السلام عليكم هذا حبيبنا علي بن محمد يا علي يا علي اللي بواسيني هذا بابا خديجة رحم يا الله أيوب عليه السلام
السلام عليكم. السلام عليكم. يا عمان يا سلام. صاحب مرباط سيدنا محمد بن علي بن علوي خالق قسم. سيدنا صاحب مرباط محمد بن علي. وقامنا بي الله عمران يومان صلاة. السلام عليكم يا نبي الله عمران. السلام عليكم على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.